أنا أشوف أن حظوظ الإعلاميين في المجلس المقبل بتكون متوسطة استناداً إلى التجربة الحالية الموجودة، وتلاشت فكرة أن أصحاب المهن يمثلون نفسهم تحت القبة، بمعنى أول ما فازوا الإعلاميين في البرلمان المنتهي ولايته كان التوجه أنهم بيشكلون تحالف معين بحكم اختصاصهم المهني السابق، لكن هذه الفكرة يعني تبعثرت لأن العمل البرلماني فيه تكتيكات وانشغالات واهتمامات أدت إلى الذهاب إلى المحاور الفرعية، لكن هم متفقين في الشيء الأساسي دعم القطاع الإعلامي، لكن ما أتصور أنهم درجة كبيرة راح يكونون كتلة مشتركة أو موحدة.